نعم، تقول التقارير العسكرية الواردة من المنطقة الشرقية بأن المعارك مستمرة على مدار الساعة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. هناك دعم جوي وبالقصف الجوي عفوا والقصف المدفعي للقوات الروسية التي تسعى إلى السيطرة على الأجزاء الواسعة من هذه المدينة الاستراتيجية. طبعا ما يعلنه الجانب الأوكراني هو أن الجيش والوحدات الأوكرانية هناك تمكنت من إعادة السيطرة على نحو 20% من مساحة هذه المدينة، وقبل يومين كانت قد أعلنت بأن نحو 70% من مدينة سيفيرودونيتسك تسيطر عليها القوات الروسية. قبل نحو نصف ساعة من الآن أظهرت صور نشرتها مراكز الدفاع الأوكرانية صورا لجنود تقول بأنهم جنود روس كانوا يقاتلون ضمن القوات التي تهاجم مدينة سيفيرودونيتسك، والذين تم أسرهم خلال الساعات الماضية في إطار المعارك الدائرة بين القوتين هناك. طبعا الحديث يتم الآن عن إمكانية إدخال المزيد من الدعم العسكري الأوكراني للوحدات الأوكرانية التي تقدمت بشكل لافت خلال اليوم الأخير مقارنة بالتراجع الذي شهدته على مدار الأيام الماضية. طبعا وفي غضون ذلك تحاول روسيا الآن السيطرة وضرب مراكز مهمة جدا على الطريق الرابط بين ليسيتشانسك ومدينة باخموت التي تتعرض لقصف على مدار الساعات الماضية. وفق ما يصرح الجانب الأوكراني يهدف الجانب الروسي على ما يبدو إلى محاولة السيطرة على هذا الطريق وقطع أي إمدادات لوجستية عن الجانب الأوكراني. أيضا ما تقوله هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أنه طيلة 24 ساعة الماضية فإن جميع المدن والبلدات على خط التماس في إقليم الدنباس تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية استخدمت فيه القصف الصاروخي والقصف المدفعي وكذلك مدافع الهاون. إذا تحدثنا ربما عن باقي المناطق الأخرى، صبيحة اليوم تعرضت منشأة زراعية في منطقة أوديسا إلى قصف جوي بصواريخ قادمة من إحدى السفن البحرية الأوكرانية في بحر أوزوف. أيضا تعرضت اليوم المناطق الحدودية في الجهة الشمالية الشرقية بمقاطعة سومي إلى قصف بستة صواريخ روسية وفق ما أكد الجانب الأوكراني. اتهم الجانب الروسي باستهداف أماكن مدنية، طبعا ما يخالف الرواية الروسية التي قالت بأنها استهدفت مركز للتدريب في تلك المنطقة. نعم نعم مع إحدام المعارك محمد، حديث لافت للرئيس الفرنسي إيمان ويل ماكرون بألا تتعرض روسيا للإهانة، هل من ردود فعل على هذا التصريح؟ لحد الساعة لا يوجد رد من قبل السلطات الأوكرانية، لكن ما يمكن الإشارة إليه هو أن الدعوات لربما ما يسميه الأوكرانيون التسامح مع روسيا كانت قد انتقدتها بشدة السلطات الأوكرانية وكذلك العديد من السياسيين هنا في كييف. حتى الرئيس الأوكراني كان قد انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر لما دعا أوكرانيا إلى تقديم تنازلات في مقابل سلام تصفه أوكرانيا بالهش. وأيضا كان هناك مستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسيا ريستوفيتش انتقد بعض الدعوات الغربية التي تقول بضرورة التنازل للجانب الروسي وحفظ ما وجهها على حد وصفهم في هذه الحرب. لذلك من المرتقب طبعا أن تصدر تصريحات ولو كانت غير رسمية تنتقد مثل هذه التصريحات الفرنسية.